تراجع كبير في أسعار الأرز تشهده الأيام القليلة المقبلة، فما مقدار هذا التوجه وما أيضا السبب فيه؟ التفاصيل كاملة نعرضها لحضرتكم من خلال هذه التغطية. شهدت أسعار الأرز تراجعاً قوياً خلال الأيام القليلة الماضية بعد مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الأرز وصلت خلال موجة التراجع الكبيرة الحالية ل 14 جنيه للكيلو الشعير فقط، حيث جاء التراجع بداية من انتهاء شهر رمضان المبارك وبداية ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض استهلاك الأرز في فصل الصيف. قال أيضا أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة وصل سعره ل 14000 جنيه في بعض الأصناف بعدما كان سعره 17000 جنيه، ووصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 15000 جنيه بعدما وصل سعره في الأيام القليلة الماضية إلى 18000 جنيه، وأن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة سجل 25000 جنيه، ووصل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة إلى 26000 جنيه، بانخفاض تجاوز 2000 جنيه في الطن عن الأيام القليلة الماضية، مما سوف ينعكس بالانخفاض على كافة أسعار الأرز المعبأ خلال الأيام القادمة. قال أيضا أن هذا يعني أن سعر كيلو الأرز وصل ل 14 جنيه وأن زراعة الأرز سوف تبدأ في شهر مايو بعد حصاد الأقماح في 9 محافظات فقط هي الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والغربية وبورسعيد بمساحة تكفي الاحتياجات المحلية من الأرز. أشار أيضا إلى أن الحكومة حددت مساحة 725 ألف فدان لزراعة الأرز بمياه النيل بالإضافة إلى نحو 350 ألف فدان تزرع بأصناف الأرز الجاف ومياه الصرف الزراعي المعالج ويحضر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها. وعن سبب انخفاض أسعار الأرز فقال أبو صدام إن السبب الرئيسي هو كثرة المعروض مع قلة الطلب، حيث بدأ التجار يتخلصون من الأرز المخزن لديهم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وقرب موعد زراعة الأرز في الموسم الجديد، مع انخفاض أسعار البدائل الأخرى للأرز المصنوعة من الدقيق كالمكرونة مع زيادة الضغط الرقابي أيضا على المستغلين والمحتكرين. وأكد أن الحكومة تسعى بكل جهد لاستنباط أصناف من الأرز قليلة استهلاك المياه لزيادة مساحات زراعة الأرز مع ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة أيضا إلى الاتجاه لزراعة كميات من الأرز البسمتي كتجربة لأول مرة في مصر هذا الموسم لتلبية الاحتياجات المحلية منه. وقال أيضا أن سعر كيلو الأرز على الجودة للمستهلك حاليا يسجل أقل من 30 جنيه الكيلو لأغلب الأصناف. من ناحية أخرى كان صرح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات قبل أيام وقال أن هناك استقرارا في أسعار الأرز وأن الإنتاج حاليا كله محلي، موضحا أننا ليس لدينا أي مشكلات في إنتاج الأرز وأن هناك توافرا في الأرز، مشيرا أيضا إلى انخفاض سعر الأرز 2000 جنيه للطن وأثر في بعض المناطق. وقال أخيرا خلال تصريحات تلفزيونية أنهم في بداية موسم زراعة الأرز والتقاوي يتم الحصول عليها من الإنتاج الجيد في الأرض، كما أن شركات التقاوي بها بعض العجز. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا، لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.